السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. معكم اخوكم ركان وقناتكم جيمز هنتر. جاكم اليوم في حلقة جديدة، جيم بلاي جديد، لعبة مونت بليد وور باند، الحلقة رقم 12. بعد كل اللي صار من الحلقات اللي راحت من افلام هندية، جيت قبل شوية في الحلقة هذه ما في شيء ما صورته، اللي هو معركة مع احد السلاطين اللي ما تعرف عليه من قبل، وهو قريب من مدينة حلمار. حلمار تبع الكرجة كناتي زي ما تعرفون، لكن اخذناها احنا يا السلاطين. وسألت عنه السلطان حكيم، قلت خلاني ايش ابدا اطور علاقتي. زي ما تشوفون الحلقة اللي راحت، علاقتي ما كانت مرة مع السلاطين، ورحت سويت اتفاقية مع الفيجرز وضيعت وقتي معاهم وخسرت جيش كامل. بعدين رجعت مرة ثانية سويت جيش زي ما شفتوا الحلقة اللي راحت. الحلقة هذه قلت خلاني اركز على السلاطين وما اضيع الوقت، وهذا اللي صار. فسألت عن السلطان حكيم، قالوا لي هو في حلمار، المدينة اللي توهم السلاطين أخذوها من الكرجة كناتي. حاليا الكرجة السلاطين، حنا السلاطين داخلين في حرب، عفوا، مع الكرجة كناتي، وحرب مع الرهودس. فالجيش كان حق الرهودس مار من حلمار، وكان فيه أمير من الأمراء حق السلاطين، ساعدته كان قليلين، لكن دخلت معاهم بالجيش حقي ودعست أمهم، أخذت منهم أسرى. سألت عن السلطان حكيم، قالوا لي إنه موجود في حلمار. جيت حلمار وهذا هو السلطان حكيم، قلت له خلاص ببدأ أخدمك وزي كذا. قام في قسم، قال لي اقسم القسم عشان تصير تبعي. قسمت القسم، شوية لا أتفاجأ قال لي خلاص الآن. طبعا علاقتي معه واحد، أنا عندي واحد من الأمراء حق السلاطين، علاقتي معه سبعة أفضل من السلطان حكيم، فقلت لازم أشتغل مع السلطان حكيم اللي هو ملك السلاطين كلهم. الأمراء هذول ناس تحته، فهو الملك. يعني أنت بتحسن علاقتك مع دولة لازم تحسن علاقتك مع الملك. فهذا اللي صار. بعد ما قسمت القسم قال لي خلاص بخليك أمير، بخليك واحد من الفسل حقي. فسل يعني زي ما تقول أمير أو والي أو شيء تبعي. I give you my protection، أبعطيك حمايتي، and grant you the right to bear arms in my name، وبخليك تقط يعني تصير تدرب جنود وتهتم بأسرى وزي كذا باسمي. And I pledge that I shall not deprive you for your life, liberty or properties except by the lawful judgment of your peers or by the law and custom of the land. يعني حياتك كلها أنا مسؤول عنها، وبحميك وبظبطك وكل شيء، والأرض هذه أرضك. Furthermore, I give you the fief of تلمزل with all its rents and revenues. يقول لي بعطيك يعني أمارة منطقة تلمزال وكل الإيجارات حقتها والمدخولات اللي تجي منها أنت بتأخذها. وإيش معنى الكلام ذا؟ الله العالم. لكن قلت هذا شيء يستحق أني أصوره، فخلينا أصوره ونشوف إيش بيصير. You have done a wise thing, Rakan. Serve me well and I promise you will rise high. يقول انت اتخذت القرار السليم، خدمني زيادة وراح تصير مناصب اعلى من هذا المناصب. I thank you lord. فجانا achievement royalty payment، ما ادري ايش قصة امها، لكن شكرته على هذا العطاء. I have great hopes for you Rakan. يقول انا متأمل فيك خير. I know you shall prove yourself worthy of the trust I have placed in you. يقول انا متأكد انك كفو في الشيء اللي انا حطيتك فيه، فاتمنى انك يعني كفو من جد. والله ما ادري ايش حطني الانسان ذا، لكن اتوقع الان انا ماني راكان، انا الامير راكان. هذا واحد اسمه دستن خان، قد حكاني قصته. ايه هذا يبغى ايش؟ هذا واحد من الامراء تبع الكرجة كناتي اللي احنا داخلين في حرب معاهم، فيبغاني يساعده ارجع الملك لي. فعرفت من هو، مع السلامة. فاتوقع الان اني انا صرت واصل لدرجة اني صرت امير تلمزال، ما انا شيء سهل الحين. فرانز بروكر، الرانز بروكر تبيع عند العبيد، هذا عليان، هلا والله بعليان. شوي شوي بدأت القى اخوياي واحد واحد في التفرنز، في المناطق الكبيرة. اوكي، المناطق الكبيرة هنا حلمار، أحمراد، رقبة، شاريز، جلكال، فلوسا، يالن، أوكسل، برافن، سونو، وكورا، وريفج، دهرم، كودان،
وريفاتشيك، كلها رحت لها لقيت فيه ناس جديدين مرافقين وناس كانوا معايا أول رجعتهم. فهذا هو البارتي حقي الحين أعرفكم عليهم: راكان، بندوق، لازليت، ماثلد، مرنيد، تشافري هذه من أول، كليثي، كاترين، أميرة، رولف، راعي مشاكل ذا، وفي ناس ثانيين كثير غيرهم مرافقين ما لقيتهم بس موجودين هم بالمدن الرئيسية. لو أسأل في بعض الناس تلقاهم في التفرن في المقهى، تسأل عن مكان واحد من أخوياك يقول لك مكانه بس مو بلاش، 30 دينار. فعشان كذا قلت إيش، حاليا أنا أصلا تكلفة الجنود حقتي عالية شوية وما معي إلا 1000. قفلت مصنع الخبز لأنه ما بصراحة ما منه يدخل ولا شيء خرابيط. فقلت إيش، خلينا نطور. طبعا هذا عنده علامة زائد قدامه معناته عنده مهارة، فعنده شجرة مهارات، حتى ما اللي معاك يصير لهم شجرة مهارات فيمديك تطورها. هورس أركري، خلينا نعطيه هورس أركري ونعطيه طبعا الكروس بو لأنه هذا أصلا متخصص بالكروس بو، نعطيه دي وبس. طبعا هو عنده طاقية 16، ما أدري عندي شيء أقوى أنا ولا. أعطيه 384، أوكي بدي 27، أوكي تمام. أخذت الخبز اللي في البتاع دي وقلت لها، قلت لها إيش، والله عندي طاقية أطول، خلني أعطيه دي. هذه عاد ما أدري وش هي، مقطعة وخربانة وعلى تهالي. زي ما شايفين هذول الأسرى اللي أخذتهم من جيش الرهودس مطورين بالكامل أغلبهم وبعضهم وكلهم. هذا سيرجنت يعني جنرال من حقون الرهودس، خلهم معايا الحين أبذل أمهم. هذا الأمير حيوان، إيه بقابله لأنه ليش الأمير حيوان هذا أو... طيب الأمير رادون أمه تو مر من جنبي رادون الله يرجع. فبضبط وضعي مع السلاطين تمهيدا اني اكون سلطان. انا ودي اكون سلطان. كلوز تو مزيك رادون هنا كان قريب. هذا هو، لا هذا نوماس، هذا اللي ساعدته قبل شيء. نوماس هذا هو، نوام مدري شو اسمه، يحب ينام. فلحظة هذا مين؟ دهيول، أول مرة أشوف ده. يمكن هذا لا هذا نوام. فشي وين تلمزال هذه؟ فما أدري وش قصده بالكلام ذا، لكن قال لي إني أعطيتك منطقة تلمزال ودخلها كله تلمزال، اخبرها هنا انا عندنا احنا يا السلاطين. ايه هذه تلمزال صرت مسؤول عنها. فالان لو تجي يا طويل العمر المفروض تجي النوت فاكشن، بعدين تجي تشوف المدن حقت المدينة حقت الفاكشن هذه، المفروض تلقى اسمي هنا من ضمن الاسماء راكان. شوف 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 اتس فسل، فسلز معناها محافظين، محافظ المنطقة. فمحافظ الأول راكان هذا أنا. رينون 206، فسل أوف سلطان حكيم أوف سرنيت سلطانيت، هيز ذا لورد أوف تلمزال. انا مدي رئيس منطقة تلمزال. محافظة تلمزال. فالان صرت محافظ. وش ذا الامير تلمزان بارتي سراني سلطانيت ويتنج. وش ذا، وش دخلهم ذا؟ خل نسلم عليهم. امير تلمزان بارتي. هذا امير، يلا انا بصير امير الزبده. خلنا اروح ازور المحافظه حقي. اخيرا صرنا محافظين يا شباب. في عند السلاطين،
فتمهيدا ان شاء الله اني اصير سلطان يعني امير في الايام الجاية. خل نزور تلمسال، شوف دخلتها صار في زر زايد اسمه منج ذا فيلج دير هذا. ف شوف عاد هي اصلا قرية ضعيفة جدا فيري بور، بس ما فيها اي تطويرات، فممكن انا ابني فيها مباني كمحافظ اضبط الوضع فيها. فممكن ابني مانر، ما ادري وش المانر هذا، جوجل عليه ترجمة، مزرعة تبني مل يعني محمصة، واش تاور، برج مراقبة، سكول، مدرسة، مسنجر بوست يعني بريد، حق البريد وما بريد. فصراحة ما أدري، أنا أقول ببني فيها مزرعة أو ممكن أبني فيها مدرسة نعلم الناس التعليم، بس ضعيفين مرة هنا الناس طفرانين، فلو سويت فيها مزرعة أتوقع بيصيرون أفضل من الحال من أول، لأنه لو بنيت المل ما في هنا موارد يبنون المحمصة، يبغالهم طحين، والطحين ما في هنا في السويد، في طحين هنا ما في طحين، صحراء تبني طحين، حتى مزرعة ما تنفع صراحة. فما أدري أبني مدرسة، مسنجر بوست، واش تاور، الله ما أدري. خلنا نبني مزرعة. يقول لك a manor lets you rest at the village and pay your troops half wages while you rest. فائدتها انك يعني جيت تريح في المكان، لان انا تعرف القرى ما عندكم تنامون فيها كجيش، تنام في المدن الكبيرة بس او تكمبر في الصحراء. فا اصلا تكلفتها غالية 8000 دينار، يبغالها 83 يوم عشان تنبني، وبيصير يعني يمديك تريح في هذه المزرعة. As the party member with the highest engineer skill صفر، ما عندي أي أحد هنا مهندس، ما عندي شجرة هندسة. You reckon that building the manor will cost 8000 دينار، يعني لو زادت مهارات الانجينير بيصير يمديني أبني مباني بتكلفة أقل وبسرعة أسرع. فما مشكلة ما عندي هذه المهارة، فبالتالي أعطاني التكلفة الكاملة، ما عندي هذا الشيء. المل كم تكلف؟ 6000، معناته يبغالي مهارة الانجينير. شوف انجينيري كلها مطلوب فيها الانجينير، تبني فيها سكول 9000، مسنجر بوست، فهي مهارة يعني. خلنا ندخل بالمزرعة، انا اللورد حق هذه المزرعة، عفوا للمحافظة، قرية صغيرة مرة دي. المفروض سلمت عليهم يقول لي هلا عمي ماي لورد، شوف يقول ماي لورد. خلينا نقول له كيف الحياة هنا. تايم از هارد، صعبة، وي وورك هارد، نكرف وجيعانين. قد كانت انا بابا ديس فيلج ات از ذا ليتست رومر اراوند هير، اي هير ذات ذي باي ا فيري هاي برايس فور سموكت فيش ات باري. لو عندي سموك فيش يمدينا بيعه في مدينة باري الكبيرة هذه اللي في السلاطين هذه، فممكن يجيب السموك فيش دي وبيع هناك يجيب لي فلوس حسب كلام الحرمة دي. لكن ما عندي مهارة الانجينير اللي هي تخليني ابني مباني في القرى، فهمت ايش قصدهم، ببدأ اطورها ان شاء الله تمهيدا ان ادير الامور في المنطقة هذه. حاليا انا عندي مهمة راضون العلة ذا، ما ادري وين عند مزيق هنا كلهم جهة حلمار. اوه نطب على ذيك المدينة نروح نفزع، انا متأكد فيها جيش من جيوش كرجة كناتي او الرهودس، انا في حرب ضدهم. لحظة لحظة لحظة، عطيس وعكيس فك امنا بس. شوف جوني 98 واحد هنا، 121 طب الرهودس على هنا، ودي اروح ترقبة بس انا افضل اني ادخل في القلعة دي، سحبتهم هنا. زي ما شايفين جيشين كبار جاية، وخرناهم المدينة
الخبز طيب راح يدخل فيهم. عليان بدينا نطوره، خل نطوره، خلي عليان هو المهندس، ما ابغى اطور عليه يعني. كان خلي اثنين انجينير ورايحين نروح نبنيها. هنا ما شاء الله عنده 30، يا ساتر. عليان خل نطور الهاند اوبن والبولرم، يعني وش نطور له بعد ذا؟ انفنتوري مانجمنت، سبوتنج تاكتكس، every two level of the skill increase starting battle advantage. عنفسك، رايدنج، اثلتس. طيب الله ما ادري ايش اخليه. خل نحط له تريد، وهنا نعطيه يا طويلين العمر والسلامة 2 انتليجنس 1 اجيليتي. لحظة على كيفك، جنين صار 3. هذا ترينر زود الخبرة لكل الطاقم اللي موجود معانا، حلوة. الحين أتوقع عندنا أبني تبن هناك. أوه لا، معركة ضخمة، هذا أهبل، هذا 67 ضد 98، شو مدخل؟ يطب الجيش الثاني بيساعد. والله إنه خبر، نفس أمك يا رجال. شو انتحار ذا؟ فخر رحت المزال نبني فيها، شوف كم قوة البناء هنا. الماينر الحين قلل لي قيمتها، صار 6800، معناته الأشياء الثانية أكيد قلت. 3400، 7600، 4250، تاخذ وقت وانت لدينا 5000، بالالاف الزبده، ما فاهم انا ابني شيء. ف زي ما شايفين رمين راضون، رمين غنمة وينو؟ هذا مسجون، غنمة مسجون عند الكرجة كنايتي ابن الذين ساجنينه. طيب هذا خبر ما هو حلو، لكن ودنا ناخذ القلعة ذي صراحة، تبع كرجة كناتي كضربة. خل نجي عند القلعة ذي، جاي عقيس وعطيس بفزع معاهم انا. نشوف تحركاتهم ونكون حذر شوية. افتر كنزيتك وذ بيز اوف ذا ريلم، سلطان حكيم هل زيتك انفورم كاسل ونعمير نعوان. الحين تجيني تقارير طبعا الحكم والامارة والاشياء ذي. فهذول الزلايب معاهم سبيرمن كروس بو سيرجنت ترينت سبيرمن كروس بو شارب شوتر سبيرمن، ما معاهم خيال هذول، كلهم مشى. الرودس ابو كلب صراحة، بس مناعين جدل في الكروس بو، عندهم 13 كروس بو، يعني تخش على الكروس بو تجلدهم. بعدين نحوس فيهم رجع كفو، جت جيوش السلاطين طبين عليهم فخ. يوه شوف الفخ كيف، خلنا نطب نكسب خبرة.
زي ما انتم شايفين. تعال تعال ارجع ارجع فلو مي فلو مي فلو مي ارجع. ايوه ارجع ارجع انت اللي متقدم. ارجع ارجع كلكم فلو مي فلو مي فلو مي فلو مي انا كلهم مشاه. تعالوا من هنا تعالوا من وراهم تعالوا من وراهم. خلنا اسحبهم انا بسحب الجيش حقهم لان انا القائد. هذه حركة ممكن شوفوا كم واحد سحبت خليتهم يشيلون الرماة. لين يجي الجيش حقنا ما ادري ليش اللي ورا متأخرين. فوز بالمنوبة طالع منوبة. يستاهل. ما ادري هذا الجيش ليش ما يحرك يا اخي. تقدم يا جيوش ذول زلايب. بس انا الزلابه لان هم معطين اوامر لاخوياهم يطبون بالدور مو زي كذا بسرعه. وهم عرفوا كيف يدرون. انا فهمت 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 الحين فهمت. انا اللي نوب مو هم. هم يبغوني. بس عرفت عرفت انا مو مشكلة تعلمت مو مشكلة. وش القوة اللي فيه ذا؟ طيب انا ما عرفت ادير الجيش. حلو انا فهمت ليتني مشيت معاهم. يلا مو مشكلة. لا يا اخي كان باقي لي ضربه يا لي. دعشر روند دون كلت. من اللي مات؟ حلو مو مشكله. قلت له ما هجموا كملوا وبعدين انسحب. قال لي طيب شينك ذا جلوري. فزنا. جاء الامير عز الدين اللي من اول علاقتي فيه زينة قال good to see you here Rakan. Now we must be sure to press our advantage so that the bloodshed today is not wasted. يقول لازم نستغل هذه المعركة ونروح ندعس ام الرهودس. قلت له طيب كاونت فلو في كندم الرهودس managed to escape. نحاش العلة حقهم بس اخذت منهم اسرى. هذا حلو حلاوة انك تشارك بالمعارك دي. شارب شوتر كروس بو. انا طبعا مطور بريزنر مانجمنت فيبغالي اروح اريح الحين. اوه اخذت اشياء حلوة. ميلتري هامر جميل. Oh, Captain, I just want to have a chat with Dishavari as a big throw the blood bodies after our last little scrap. Have you heard her story? Can you believe the wrong done to her? I tell you, it makes me blood boil. I want to cut off all the little bits of those wicked who mistreated her. تعاطفت مع ديشافري هذيك السمرة اللي معايا
مرافقة، فتقول أنا ودي أنتقم من اللي أذوها، لأن هذيك قصتها شوية تحزن ومدري شو، فهذه تعاطفت معها زبدة. طيب شكرا، خلصنا المعركة ودعسناهم. في جيش ثاني طبعا، بس أنا ما راح أقدر أشارك أني مدعوس، الجيش حقي مدعوس. فهذا طلع له مهارة، خل نحطه بالإنجينير، خل نخليهم كلهم إنجينير. طيب حطه سترينث، حطه ذي بلرم. طيب بغانا نريح، نطلع الأيام فوق، يبغانا نريح ونروح درقبة، خل الجيش دي يطاردون ذا الزلابة ذا. أو ممكن نقعد هنا، بس ليش ودي أروح درقبة؟ عشان أبيع السجناء. عشان ألقى رانزم بروكر بس. ايوه طيب برنج بروس اي هاف تو سيل. طبعا هذول بيجيبولي شغل، بيجيبولي فلوس بالهبل هذول، عشان كذا ببيعهم. انا عارف لو حطيت معاه في الجيش بنحشون، هذا اللي بيصير. صار قبل كذا كذا مرة. فور فيو دايز. طيب شكرا، ان هذا الرنز بروكر ما يقعد هنا دائما يسردل. فزي ما شايفين الوضع كيف. ان شاء الله تجيني مهارة، بس خلنا ننام هنا. ما احب انام صراحة بفلوس، احب انام بلاش. اجي برا اقعد يا طويل العمر اشب الضو وكمبر. wait here for some time. كمبرين بالخيمة زي ما شايفين، في امير شطفني. جانا راعي المشاكل، جاء راعي المشاكل. Liza let excuse me commander, there is something I need to tell you. واحنا قاعدين شابين الضو ونسولف مع الجو مع الجنود وذا، جانا ذا العلة. يقول لك I wish luck to feel that I wish to sever our relationship. وش معنى sever؟ المترجم I intend to seek alternative employment. بيبطل العلاقة بينه وبينه، العلاقة بينه وبينه أصلا مزربل، ما في ولا شيء، معفن. To tell you the truth, I am downright appalled at your choice of companions. Happy about your style of leadership and downright appalled at the general state of affairs. Persuade you to change your mind. I'm sorry, but I don't see your point. I'm leaving. Very well. You'll be off then. This is goodbye. Perhaps I will see you. زعل مني وراح. ما أدري وين راح. الله ليتني. هذا معصب. يقول لك I'm not altogether happy of that fail quest which we undertook in the world of honor. I am a merchant and our business is bonded by one's sword. يا رجال هيك صرحناه. رايح هذا الزلابة، ما ادري ايش اسمه والله، نسيت اسمه. رايح الزبدة، طلع من جروب مسوي لي فيها يعني اني انا قوي. هو بطران من الذين في المعارك والله ما حد قدم، بس ما ادري ايش فيه يعني. هذا الامير عدمار بن عفطار المعفوش، خلينا نقابله ونسلم عليه. We meet again. يعرفني ذا، حلو. I hear that you have pledged allegiance to our lord. يقول سمعت انك صرت مع امير السلطان حكيم مدري شو. I look forward to fighting alongside you against our foes. يقول شرفني اقاتل معاك في صفوف الاعداء، ضد صفوف الاعداء. Who do you think should receive the fifth of...
As you may realize, many of us in this space like that idea. Maybe you can think of something else. طيب ايه، في محافظة بيحطون عليها أمير، ف سألته قلت له وش تصوتون لمين؟ قال بنصوت للأمير عزاماي. يقول الأمير عزاماي مظلوم أمير، بس ما عنده أرض ولا عنده دخل ولا عنده شيء. ف قلت له أنا وين هم دي سبورت؟ والله ما أدري، هي مرشحين فيها اثنين، هو سبورت يو أمير عمدار ولا هو سبورت يور تشويس. هي والله دمت بي قريتها فور يور سبورت ثانك يو. تحسنت علاقتي طبعا مع العلزامي ومع هذا، لأني صوت العلزامي لأنه مظلوم ما عنده أرض ولا شيء، أنا ما قد شفت وجهه صراحة. بس سألك في خيار إنك تصوت لنفسك، بس ما كنت بصير نذل هالدرجة. ديزرت باندتس أرح بو سريعين ما بدنا يعناه، حرب ما بين الفيجرز والكينجدوم اوف نورز. شوف لما نجي كيف نحاشين كلنا فيران، والله فيران. طيب صار في مهمة هذه حقت هذا هاند داون حقت قنوة، وقنوة مسجون صح؟ طيب شو ما ادري شلون بسلمها. في مهمة سلم الرضوان، ورضوان عند مازيك هنا منطقة اللي كلها كرجة كناتي. خل نسأل السلطان ذا وين رضوان. تعال تعال وين رضوان. وفي دويان كاسل، شكرا. ويان كاستل هذه ما هي تبعنا اتوقع، الا وين هناك رايح. عطيس جتني رسالة من الامير عطيس، هي wishes you to join his new military campaign. الامير عطيس بالجيش حقه اللي قبل شي شطفني ذا بيسوي مشكلة، بقصدي بيروح يحارب، تبي تجي معاه؟ يقول لازم تجيب اقل شيء 12 تروب to the army and are instructed to raise more men with all due haste if you do have enough. هذا الملك ما يستعب بيسوي جيش، هذا عطيس. هلا والله بعطيس. I hear that you have pledged alliance. يلا يلا. I have arrived at Astrakhan. We have been expecting you. I hope you have brought with you troops. يقول اهم شيء جاب معك جيش كافي. هذا لمين عطاش علاقتي الزفت معاه، بس ان شاء الله تتحسن الحين. قلت له عندي ناس ما يحتاج. قال لي ممتاز. صارت من سالفة 3 لسالفة 2 العلاقة، واكتملت المهمة وجت مهمة جديدة. الامير عطيس ارمي ويبي بي موفينج سون. يقول له جهز نفسك بنروح نحارب الحين. ما ادري ما بنحارب، بس انه بنحارب. اهم شيء اني أتم مهمة حقه اللي هي إيش، إني أتابعه. فبنشوف عطيس وين بيروح، مع الأمير عقاس مع الأمير عمدار، وأنا معاهم. هذا عطيس، الأمير عز الدين، الأمير عكاس، هذا كرجة كناتي. الظاهر إنهم يطاردونهم، بس انا بروح مع عطيس.
اخلص يا عطيس، اخلص اخلص. ما بتروح، رايح بريقة برية. لحظة، لا تكون مو هذه المهمة. فولو امير عطيس ارمي، امير عطيس ارمي. هذا عطيس، اي هذا عطيس. طيب خلينا نكلمه. يا سبورت امير منهن، هذا لا الحين يدعم الامير منهن. For the time being. For the task you give me. You have progress on it. I'm still working on it. وش التاسك اللي اعطاني؟ I must beg my leave, man. لحظة، هو اعطاني كويست؟ مكبرين الحين. خلنا نكبر معاهم. يلا يلا تحرك تحرك. مندهير وعلى مير وانا وراهم. قاعد اسوي المهمة، فبنشوف ايش قصة ام المهمة. لكنهم رايحين على كرجة كنادي اذا ما خاب. يعني تفحيط هذا، ما هو طيب. في معركة هنا. أمير عطاه سندي وار that he wishes to speak with you about a task he needs performed. طيب يقول تعال قرب وبكلمك، في مشكلة بين الفارمرز والباندتس، خلنا ادعسهم بس وارجع لك يا عطيس. لا احد يوقف، خش كل ام امكم، لا احد يوقف. هذول انا اوريك فيهم يا عيال. هذا الصوت اللي تسمعونه لما نجي انا، هذا الصوت. يوه. يوه. خلاص ادعسهم بسرعه بسرعه. يلا يلا يلا. ثانك يو فور يور هيلب سير، هذه اللي ساعدناها. مان هانتر ثلاثة يا لبيه، تعال بس. مان هانتر ذولا بعدين يتطورون، يصيرون شيء جامد. يلا يلا عطيس استنانا، يلا يلا. جاء هذا الحين عليان، يقول I hope you do not mind me telling you this, but in my opinion Marnet the merchant does not know his place. During that last battle he cut in front of me to engage for whom I had marked. يقول انا كنت مدرعم على واحد من الاعداء، جاء هذا مارنيد ودخل قدامي سقط عليه، ما يعرف يحارب ما ادري ايش. يا اخي اصبر عليه يا اخوي، اصبر اصبر. قلت لك يلا خلينا نلحق عفاس بن خفاس، نسلم عليه ونشوف ايش يبغى. After consulting with Peace of the Realm, سلطان حكيم قرر انه يخلي انهون كونفير انهون ان عمير عطيس. والله سلم اهون قلعة عهون خلاها لامير عطيس. اخس اجل خلنا نشبك لامير عطيس. الزبدة يلا بسرعة خلنا نكلمه سريع، اسرع مني والله. والله انا اسرع منه. جاء ها، طيب ايش تبغى؟ Yes, you have made any progress? I'm working on. طيب هو مو قال تعال؟ What are you doing, man? How goes the war? What would Dick? Yes, just. الحين هو مو قال تعال؟ وش الحشيش ذا؟ follow me to follow his army until further notice. امشي امشي امشي.
سمعت يا سنسيوال that he wishes to speak with you about task he needs performed. He requests you to come and see him as soon as possible. اي كم هو بهذا اعطيته الحين. الليل ذا اللي اعطيته ذا. جاء ايه. Very well, I can find some cattle. يقول لك يبغى بقر، ستة بقر أو عجل. So I can keep the troops fed. I care very little about. يبغى الزبدة أكل عشان الجنود حقونه. ستة كتلة، هاي من أنا أجيب له كتلة. You know what to do, Rakan. Now get to it. I need that cattle sooner rather than later. طيب. ما في تغشيش. من أنا أسكت كذا deliver him back to him. يعني من أنا أجيب له كتلة. يا ليل ابو لمبه. Alright.